بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. شيخنا، أحيانا نراك في بعض المحاضرات يعني تقول شعرا تستشهد به أحيانا، وقد تستطرد به في بعض محاضراتكم. لو سألتكم سؤال بغير ترتيب، يعني ما أكثر بيت من الشعر تحب أن تردده، سواء بينك وبين نفسك أو أمام الناس؟ البيت الذي دائما تعب كلها الحياة، الله، أنا أعجب إلا من راغم الازدياد، هذا دائما أردده بكثرة، من حولي يعني من الخواص يسمعونه مني كثيرا. ليش يظهر أنك كلما يعني ازدادت الأمور ردت البيت تعب، حتى أعزي نفسي يعني لا أنتظر راحة. بعض السلف كان عنده في خاتمه بيتا ولا من الشعر ولا يردد، هو بيت لله بالعلاء، وإن كان بالعلاء يعني ليس ممن يمدح، لكن البيت لأن فيه صدق مثل الواقع. لذلك أنت إذا تعاملت مع الدنيا على أنها راحة ستتعب، لكن إذا علمت أن الدنيا هي أصلا دار تعب تستريح. كلما ادلهمت أمور وددنا قول أبي العلاء تعب كلها الحياة، فما عجب إلا من راغب ازدياد. أعطنا بعض أبيات أيضا فيها بعض تختلف. يعرف الناس أحب شعر شوقي وأحبه كثيرا. أعطنا بعض. وكنت أتعجب يعني شوقي فيما ينقل عنه، طبعا لم نره، والإنسان إذا أسند برئت ذمته. من ترجم له قال إنه كان كثير شرب الخمر، فتعجب متى قال هذه الأبيات إذا كان كثير شرب الخمر. في صحيح كريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي، لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذر ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله فينا منك أو نعمي، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمني، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجن، ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. الله أكبر. طيب شيخ، غير شوقي، يظهر أنك يعني تحب أشعار شوقي وأكثرت من في المعاصرين تقرأ لبعض الشعراء ولا؟ أنا قلما يعني قلما أترك واحد، كلما شيء وجدته. أنت تنظم الشعر شيخ؟ يسيرا، لكني لا يمكن أن أقوله يعني إلا نادرا، لكن أنا قلت مرارا يعني أنا صاحب صنعة، يعني بمعنى أنني أفقه في الشعر، فلأفقه في الشعر أعلم أن شعري ليس ليس بشعر. بس على احنا راح نحب يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا أخي أنا أعرف الناس به، هذا ليس مجال تواضع، أنا أعرف الناس به، هذا ليس بشعر. شيخ، يظهر أن راح نستضيفك يوم أو ليلة في أمسية شعرية. طبعا أنا أتجنب مثل هذا، لأن أنا أقول قضية القرآن هي الأصل. هي الأصل، ولا يحسن أن أستضيف.